كانت صعبة بس من جهد الجاريين والمدربين ما قصروا معانا وقدرنا نفوز إن شاء الله. كابتن منصور تقريبا يعني ضيع ما يقارب العشر الكرات، وبالتالي في آخر الكرات وفي آخر الدقائق استطاع أن يسجل هدف الانتصار من كرة ثابتة. والله لي فترة قاطعة عن الكورة وبطلت كورة، بس الشباب قالوا لي الجالية وشان بلدك ومدري، ومن كذا جيت الحمد لله. ايش رايك بالمجموعه اللي انت فيها؟ الجاليه، جاليه المغرب، جاليه النيجر، وجاليه تونس، وجاليه اندونيسيا. والله الجاليات كلها مستوى واحد، احس انه ما في، مع احترامي للمنتخبات، ما في منتخب قوي يعني زي مالي والسودان، في منتخبات نيجيريا يعني واليمن، المنتخبات اللي معانا يعني في مستوى واحد كمستوانا. يعني الموسم الماضي الجاليه الاندونيسية غادرت من الدوري التمهيدي، يعني هل في هذا الموسم نشاهدهم في الادوار النهائيه؟ شكرا ان شاء الله على الدوري الممتاز حقكم كل سنه، ونحن السنه الثانيه هذه معناتها السنه الاولى كانت معناتها كنا تعبانين شوي، السنه هذه ان شاء الله حضرنا مزبوط ونكون ان شاء الله معناتها احسن من المشاركه الاولى، ويديكم العافيه ان شاء الله كل سنه زي كده، ودوري الجاليات يكون احسن بالاخص. نبغى نعرج على شيء بس معناتها اللي كان فاصل اليوم في المباراه هذه حق اليوم، اللي كان مساعد الحكم الثاني فاهم، اللي كان مره بعيد عن المباراه، حتى معناتها كم فاول من اول، حتى يتفرجون في المباراه من اول كم فاول من اول يصلح له حكم المباراه، بس معناتها هدف معناتها فاول عدى، ومعناتها ما يمكن حتى معناتها يتزفر الفاول فاهم، بس والحمد لله مباراه مره كسبان مره غلطان، واحد مره يصلح معناتها من نفسه، مجموعه معناتها طيبه نحن مع بعض والحمد لله. شكرا على الاستضافه. كيف كانت المباراه بالنسبه لكم؟ والله طيب، احسن من اول مجموعه معناتها طيبه، اول مره لسه معناتها مع بعض معناتها مباراه اولى معناتها في الدوري، ونتسموا معناتها لياقه طيبه دحين ان شاء الله المباراه الثانيه احسن. فريق كان في المتناول، كنا معناتها نادوا اكثر من كده، عامل الريح شوي، عامل الحكم زاد اثر شوي على الفاولات واثر شوي على المباراه، اما ان شاء الله معناتها احسن ان شاء الله، من كل مره احسن من المره الثانيه. هل نرى الجاليه التونسيه في الادوار النهائيه؟ والله ان شاء الله. شوف نحن معناتها في جاليات معناتها مشاركين عندهم 9 سنوات من بدا الدوري الجاليات، دحين معناتها نحن السنه الثانيه على التوالي ان شاء الله، معناتها كل مره احسن. في جاليات معناتها يدعموهم ناس، نحن معناتها بس ندعموا في نفسنا بنفسنا، معناتها نحن مجموعه معناتها معناتها افراد قاعدين معناتها كل مره نزودوا شيء من عنا، ان شاء الله المره هذه معناتها احسن من المره الثانيه، واللي شيء احسن من المره هذه ان شاء الله، معناتها مسوين برنامج ان شاء الله نفوزوا به الدوري هذا ان شاء الله، مو مش يجي على سنه ولا سنتين، يجي على مده، ما يجي معناتها على طول.